صباح الخير جميعا ومرحبا بكم في مكتبة اسكندرية. دول أحفادي بس بما أنهم في أمريكا ما بشوفهمش كتير، فأنا حطيتهم كباك جراوند بتاع الكمبيوتر كل مرة أفتحه أشوفهم. هي يعني أنا سعيد أن أكون معكم ونتكلم معكم على موضوع شغلني وفكرت فيه كتير. وفي هذا الموضوع الحقيقة وجدت في محادثاتي مع شخصيات كبيرة زي جيري فريدمان، ده انستيتيوت بروفيسور في MIT واخد نوبل برايز في فيزيكس، وأمارتيا سين وبوب سولو وغيرهم من الناس زي دول، شجعوني جدا في التشخيص اللي هقدمه لكم على الفترة اللي جاية. أنا بعتبر إن إحنا على وشك انطلاقة ملهاش مثيل في تاريخ الإنسانية. اللي أقصده بإنها ملهاش مثيل في تاريخ الإنسانية بمعنى إنه التطور اللي هنشوفه في رأيي أبعد في تأثيره عن أي حاجة من وقت اختراع الكتابة. التطور اللي هنشوفه في 20 سنة اللي جاية يمثل نقلة معرفية تضاهي في حجمها بداية اختراع الكتابة. ليه؟ طبعا لأن الكتابة هي اللي سمحت التراكم المعرفي وعملت انطلاقة كبيرة للإنسانية. فزي ما بيقولوا كده fasten your seat belts، لأن احنا هنخش في رحلة طويلة وسريعة وهقول لكم في موضوعات كثيرة جدا بس انتم قدها وأكثر منها. دي الأول ببرولوج وبعدين الأعمدة السبعة اللي بكلم عليها، أعمدة السبعة الثورة المعرفية. أول واحدة تقسيم وحيوية وتنظيم المعرفة، تاني حاجة دور الصورة والتكست، تالت حاجة علاقة الإنسان بالآلة، رابعة الكومبلكستي والكيوس، خمسة كومبيتيشن والريسيرش، ستة في حاجة اسمها كونفيرجنس وترانسفورماتيف ريسيرش، وسابع حاجة البلوري ديسيبلينارتي وعلاقتها مع وضع السياسة، وبعدين إبيلوج صغير. فهي عايزة ابتدي بالبرولوج اللي انا قلت لكم عليه كده، اللي هو ان احنا we are living the most profound revolution in the structure of knowledge. مش بتكلم على اكتشاف محدد ولا بتكلم على آلة وتكنولوجيا محددة، في تركيبة المعرفة نفسها بتتغير. ازاي الاول نبتدي كده ان احنا نذكر نفسنا بيعني ايه knowledge؟ احنا بنتكلم في عصر المعلومات، ومن الحاجات اللي بتؤسفني ان اللغه العربيه ما بتسعفنيش في حاجات معينه. يعني احنا بنقول معلومات، انما data is one thing، ان data when it gets organized it becomes information. فده اللي هو المعلومات الثانيه، وinformation when explained becomes knowledge. والknowledge لوحدها لا تعني الحكمه او wisdom، فاحنا محتاجين ايضا الى الحكمه، لان زي ما بقول مثلا الناس اللي غزوا العراق كان عندهم معرفه، كان عندهم علم انما والتمكن من التكنولوجيا، ولكن ممكن كان ينقصهم الحكمه في وضع سياسات تتمشى مع الحاجه. المنهج العلمي بتاعنا بيضيف لنا، بيجيب داتا وبيحولها للانفورميشن وبيحولها للنوليدج، انما الحكمه ده دور المجتمعات وده دور القيم. فاذا في مجالات مختلفة بتتداخل في هذه العملية، وفي يونيفرسال فاليوز مش همشي فيها كلها، انما اضفنا اليها مفهوم اهتمام بالبيئة، اهتمام بالفنون، كل الحاجات دي، وفي قيم معينة لممارسة العلم كلنا بنلتزم بيها، كلكم يا شباب بتلتزموا بيها في هذا العمل، اللي هي اهم حاجة طبعا الصدق في العلم. اي واحد يفبرك معلومات بيتنسف من كل المناحي العلمية. تاني حاجة سرقة ما فيش، اللي هي honoring the others، إنما في creativity و imagination و constructive subversiveness، إن الواحد بيطور المفاهيم القائمة بتحطمها وتخطيها.
ولذلك ده بيحتاج الى حوار مفتوح على الاراء الجديده، اللي مش عارف الاراء الجديده هتبقى شكلها ايه، خصوصا لما بيجابه حاجات يعني بتبقى صعب الواحد يتخيلها زي الريلاتيفيتي والكوانتم والحاجات دي كلها. وانما في منهج تو اربيتريت ديسبيوتس، يعني ما تخليناش نقول ده رايي وده رايك، لا، في منهج مبني على اساس الاحتكام للحجه والبرهان. وبنكتسب المعرفه عن طريق هذا المنهج، اهم حاجه بالنسبه لنا في التراكم المعرفي العلمي. وانما الانسان بيكتسب المعرفه ساعات بالبرسبشن، ساعات بالتعليم، ساعات بالتواصل كوميونيكيشن، واحد بيقول لواحد حاجه، اسوسيشن، اشتغل مع بعض، وايضا طبعا المنطق او الريزنينج، راشناليتي والريزنينج. في سؤال ناس بتساله لي، طب يعني النولج ده هاز تو بي ترو، ترو اب تو ا بوينت، يعني نيوتونيان فيزيكس are they true؟ well they hold for certain things. في حاجات تانية in extreme conditions relativity physics will come into play. الحاجات التانية المعرفة نفسها بتتغير، بنكتشف حاجات بعد شوية، زي ما اكتشفوا ان الالسرز are a result of an infection. يعني دي كلها حاجات عايزة انها تعرف. فالفلاسفة هم اللي بيقعدوا يتكلموا في الحاجات دي، والسكولرلي ميثود والسكولرشيب، وحطوا منهج فوت نوتس ومش فوت نوتس وريفرنسز الى اخره. انما المنهج العلمي اللي احنا ماشيين عليه اللي هو من ايام ابن الهيثم، ثم بعد كده ديكارت وجاليليو، اوبزرفيشن هايبوثيسيس بريدكشن اكسبيرمنت، اف ذا ريزلتس دو ماتش بنقول ات از سبورتد، ما بنقولش انها اثبتت. ماثيماتيكلي يو كان هاف بروف، ان ساينس يو سبورت الهايبوثيسيس. If they do not, you reject the hypothesis and you start all over again. وده المنهج اللي أضاف إليه بوبر بفكرة إن المعرفة العلمية لازم تبقى falsifiable، إنه هيقدر يحطها بأطروحة قابلة للتفنيد. إذا ما حطهاش بأطروحة قابلة للتفنيد يبقى مش هتبقى علم حديث. وأيضا أينشتاين قال no amount of experimentation can ever prove me right. A single experiment can prove me wrong. لو تنافى مع توقعات النظريه. فالاثوريتي في العلم بتبقى مع منهج مش مع شخص. وكل الكلام ده بقى هيستمر خلال الثوره اللي بتكلم عنها. النقطه اللي في البرولوج ده ان الكلام ده اللي هي المنهج الفكري والقيم والحاجات دي مش هي اللي هتتاثر بالثوره المعرفيه اللي بتكلم عنها. اللي هيتاثر بقى هو طريقه التعامل مع المعرفه. من وقت اختراع الكتابة، سواء كان كتابة على حجر أو كتابة على كلاي تابلتس أو على برديات، إذا كانت الكتابة دي بتيجي في صورة لفائف أو سكرولز أو تحولت بعد كده، لسه الناس كانت مع السكرولز هنا، بس كان بدأ الكودكس أو الكتاب زي ما احنا نعرفه، التجريد، الكتاب والصفحات بدأ، كانوا متعاصرين فترة من الزمن، ولكن الكودكس طبعا تغلب على السكرول وهو اللي موجود في كل حتة النهاردة في جميع الثقافات والحضارات. كان موجود سواء مكتوب بخط الايد او كان للشخص نفسه، فالناس كان بتكتب في كراسات ودفاتر زي اللي بيلقي المحاضره دي اللي انتم شايفينه هنا ماسك السكرولز، او الطباعه بدات. لما بدات الطباعه بتطلع طبعا قلل الاخطاء وطبع كميات كبيره من بتاع، ولكن الامباكت بتاعها انه وسع قاعده القراء، انما ما غيرش مفهوم الوعاء المعرفي. يعني في النهاية الكتاب ده أو الكودكس سواء مكتوب بخط إيد أو مطبوع ما بيفرقش كتير. فالبريسز الجديدة أو البريسز القديمة ما زال الكتب موجودة. دلوقتي طب إيه عن الوعاء الإلكتروني؟ الكتاب الإلكتروني، الكتاب الإلكتروني ما بيفرقش عن الكتاب التاني. لسه تركيبة الجزء المعرفي بتاع الكتاب هو كتاب. وحدة، ولكن بقراها بطريقة تانية. ودخلنا في بداية القرن 21 معتمدين أساسا للمعرفة على الكتب. طبعا أنا بدخل في هذا مجازا المقالات العلمية في جورنالز اللي هي بتتجمع في فوليومز إلى آخره. الاي سي تي ريفولوشن بتاعتنا الحقيقة عملت تغيير بقى نوعي، بدأت تدخل كواليتيتيف ريفولوشن. كواليتيتيف ريفولوشن دي بدأت سنة 29 أكتوبر 69، ده بداية أول هي مكتوبة هنا اهوت، توك تو اس ار اي، هوست تو هوست، بداية الإنترنت مع بين سيرف وناس تانية، وكان بداية الترانسفورماتيف انوفيشن
فين سيرف وبوب كين، الحقيقه شرفنا بيهم الاثنين هنا، وكذلك تيم برنرز لي جه في شرم الشيخ اظن بس ما جاش هنا. ثلاثة دول الحقيقة طبعا هم اللي غيروا الإنسانية كلها، ومش هقول لكم على أعمالهم أنتوا عارفينهم. أدونا the most transformative tool اللي هو الإنترنت. الإنترنت ده is anything and everything. زي واحد ماشي في الشارع بيسمع كلام، بعضه كلام سليم، بعضه كلام موثق، بعضه كلام غير موثق، وإنما حصل له explosive growth في العالم من في أقل من 30 سنة أو 40 سنة، زاد الى مليارات الهوستس وعدى كل الحدود بتاعت الدول، وبيسمح لنا طبعا ان احنا بنتصل ببعض بسرعه البرق، ليترالي سرعه البرق، انها 300,000 كيلومتر بير سكند زي ما انتم عارفين. الانترنت فيه كم ضخم جدا من المعلومات ولكن اوف فيريبل كواليتي، وده بروستر كيل، وعلى الاجهزه بتاعت ارشيف الانترنت هذا الكم اللي بيتزايد اكسبوننشالي، والدكتور مجدي ناجي والدكتوره نهى وزملائهم يقدروا يقولوا لكم على المشاكل في الحفاظ على ذاكره الانسانيه والذاكره المعرفيه. زمان الذاكره المعرفيه كانت بتتشال بالشكل ده في الارشيفات اللي زي دي، وده بالنسبه لي على فكره ارشيف منظم، يعني اللي منكم شاف ارشيفات في دول ثانيه بما فيها مصر بتبقى شويله كده ومربوطه، على الاقل دي متنظمه يعني. إلى أوعية جديدة من أنواع معينة، إلى الأنظمة الجديدة لحفاظ الأرشيف أيا كان. كان زمان الناس اللي زي لما درست زيكم كان الريتريفال أوف انفورميشن شكله كده، بنقعد ندح في المكتبات ونطلع ونقلب الكتب ونشيل وننقل على كاردز وبتاع، ده الريتريفال أوف انفورميشن في عصركم أنتم يا شباب. دخلت الصورة، ما كانتش الصورة سهل الواحد يقعد يقلب ألبومات كبيرة عشان يتفرج على صور مطبوعة، دلوقتي الصورة والفيديو بدأ يبان، نخش والثورة دي تبدو عليها إنها totally unstoppable. الشباب لاري بيج وسيرجي برين اللي عملوا جوجل وهم ستودنتس زيكم أيضا بيعملوا أكبر مشروع رقمنة في العالم زي ما أنتم عارفين، 12 مليون كتاب لغاية دلوقتي أند كاونتينج، وده بالتالي هيأثر تأثير كبير جدا على تواجد هذه المادة على الإنترنت، مش بتكلم على تواجدها في كتاب إلكتروني ممكن يقرأ بنفس الصورة. وفي Open Content Alliance وفي ناس تانية وفي أمثلة جديدة كثيرة قوي للكتب الإلكترونية، إنما النتيجة إن فعلا التواصل ما بين الشخص والآخر والتواصل ما بين الشخص والمعرفة هيعمل انطلاقة جديدة للإبداع، لان لاول مره فعلا انا اقدر ابقى عندي تحت ايدي الحاجه اللي موجوده في البرازيل والحاجه اللي موجوده في استراليا بسرعه البرق. وشبكه الجلوبال نوليدج اصبحت فعلا شبكه حقيقيه، يعني المعرفه تواصلت، مفيش حاجه اسمها دول ناس بيشتغلوا في البرازيل ودول ناس بيشتغلوا في روسيا، لا الناس عارفه بعض بتشتغل في ايه. مؤسسات زي المؤسسه بتاعت الاي تريبل اي بتضم اعضاء في كل الدول زي ما شفنا الريجنز دي كلها، فبالتالي هذا التواصل المعرفي خلق لاول مره فعلا ان احنا داخلين القرن ال 21 وفي قاعده نقدر نقول عليها جلوبال نوليدج. شغل المكتبات بقى زي عندنا طبعا ان احنا بنحاول نحط الاي لايبراريز والنوليدج نتس والحاجات دي كلها اونلاين. في بدايه القرن ال 21 النيو تكنولوجي فجرت، يعني يا دوب شايفين الارهاصات بتاعت الحاجات الجديده اللي هي موضوع المحاضره بتاعتي. نيو تكنولوجي دي زي ايه؟ يعني مثلا اول حاجه هديكم تو اكزامبلز ما كانش ممكن الواحد يتخيلهم من 15 سنه. اول واحد ويكيبيديا. يعني اذا كان حد يقدر يقول ان 100,000 واحد ما يعرفوش بعض من شتى انحاء العالم هيتعاونوا في كتابه موسوعه ومشروع علمي من العالم كله، ازاي ما عرفوش بعض هيتعاونوا وازاي هيطلعوا موسوعه؟ انما طلعوا طبعا ويكيبيديا اللي احنا عارفينها اكبر موسوعه في العالم النهارده واكثرها استعمالا، واحنا هنا في المكتبه بنشجع الشباب العربي اللي زيكم انهم يزودوا المضمون العربي على ويكيبيديا، وده عملنا عربيك ويكيبيديا بي دي هنا في المكتبه. فده مثل لتطورات جديده في طريقه اضافه الى المعرفه كان في استحاله ان نفكر فيها من 10 15 سنه. ودي الغريبه السرعه اللي اتحركت بيها. مثل تاني اللي احنا بنعمله هنا في مكتبه اسكندريه برضو اللي هو السوبر كورس. فكره السوبر كورس محاضرات باوربوينت زي اللي انا بديها، احنا بدانا بالابيديمولوجي
وبنحطها الاول كنا بنحطها في دي في ديز ونوزعها، انما هي محطوطه على ويب سايتس في العالم، وفي 3600 محاضره بيستعملهم 60,000 تيتشر، وبيوصلوا لمليون طالب في العلوم في الابيديمولوجي في 175 دوله. فالجماعه دول بنديهم المحاضرات دي موجوده، يقدر يستعمل المحاضره كامله او ياخد سلايدز من محاضرات مختلفه ويضعها. وال 3600 محاضره دول فيهم ناس نوبل لوريتس زي جوشوا ليدربرج، وفي يانج بروفيسورز او بي اتش دي لسه مخلص البي اتش دي في موضوع معين ومتخصص فيه. كل ده موجود في هذه المحاضرات. النهارده بقى مع فين سيرف وجيل اومن وران لابورت احنا بنطور هذا عشان نضم اليه ميادين اخرى زي الزراعه والهندسه المعلومات الاي تي زائد الطب عامه يعني والبيئه. المهم مثل زي ده برضه ما كانش ممكن الواحد يتخيله ان هوصل، وفعلا بوصل لمدرس علوم في افغانستان محاضرات اللي بيحضرها انه بيضعها هنا ناس من اسكندريه، واللي كتبها واحد في الان اي اتش في امريكا مثلا يعني. ازاي كان هذا يبقى ممكن؟ يعني بدل المذكرات انا بنوصلها له كلها بهذه التجربه. الويب 2.0 زي ما انتم عارفين هو الانتقال من ستريت بروديوسر تو كونسيومر، الى ان كل واحد اصبح كونسيومر وبروديوسر بالايميل بحاجات تانية كتيره جدا. انما احنا بعد الويب 2.0 هنتجه الى السيمانتيك ويب. انتم عارفين طبعا ان السيمانتيك ويب ده موضوع اللي كان الحلم بتاع تيم بيرنرز لي، واللي مبني اساسا على تصور ان المفاهيم نفسها هتبقى سيرشبل وكونكتبل، مش بس الاوبجكتس اللي موجوده في الويب. وان في تطورات كثيره جدا من كابتشرنج نولج بريزنتنج نولج ديسكرايبنج سيرفيسز وشيرنج بتتعمل اشي بير تو بير، واشي نيو سيستمز بتتعمل سوفت وير سيستمز بتتعمل، وبنتطور في هذه العمليه في اتجاهات معينه بحيث ان الاستراكشر بتاع المعلومات اللي هتتواجد على الويب هيبقى فيه العلاقات اللي ما بين الاوبجكتس المختلفه بما فيها الاوثرز والرايترز والدوكيومنتس والتكست الى اخره، وان العلاقات دي نفسها هتبقى مابابل. ده الاستراكشر اللي عايزين نعمله عشان نصل الى تراستد سيمانتيك ويب. انما كل الاجزاء المختلفه اللي بتتفاعل مع بعضها موجوده في نفس الوقت حاليا مع الويب 2.0 اللي احنا بنعيش فيه مع كل الحاجات المختلفه اللي موجوده فيه. ظاهره اخرى في الكام سنه اللي فاتوا دول اللي هي بنسميها السوشيال كونكتيفيتي، وطبعا فيسبوك از ذا جريت ستوري بتاعت مارك زوكربيرج ورفاقه. والستراكشر دي از كويت انترستنج، يعني بتبين ان هنا عندنا البيزك ويب از كونكتنج انفورميشن، والسوشيال سوفت وير كونكتنج بيبل، وبعدين هنطلع من كونكتنج انفورميشن الى كونكتنج نوليدج في السيمانتيك ويب. ولكن طب هنا في ايه؟ هنا بقى في الميتا ويب اللي هو كونكتس الانتليجنس بتاع الافراد مع الاستراكشر بتاع السيمانتيك ويب. هذا التصور تصور كبير، هل هنوصل له ولا لا، او هنوصل له امتى؟ I don't know، بس احنا ديفينتلي وي ار موفينج توورز ذات، لان اللي حصل لغايه دلوقتي is small compared to a lot of changes that will come. احنا متخيلين ان هتبتدي بان بدايات تطبيقات السيمانتيك ويب على 2015، 2015 بعد 5 سنين يعني. وبدا الكلام فيه بصوره جديه من كام سنه، فاحنا دلوقتي يمكن في نص هذا المشوار دلوقتي. بيوند تومورو الله اعلم. انا بقول ان عايزين شيء من التواضع، لان كان في استحاله ان حد من 25 سنه كان يقدر يتنبا بايه اللي هيعمله الانترنت في العالم، في التجاره العالميه، في التواصل، في الايميل، في الفيسبوك، في العالم. ما كانش حد ممكن يتخيل ده من 25 سنه شكلها. 25 سنه الناس ما كانتش تتخيل الموبايل، ان انا ممكن اخد جهاز صغير في ايدي كده ما فيهوش سلوك ولا حاجه واضرب نمره تطلع لي شخص بالذات من ضمن تلاقيه في وسط الستة مليار بني ادم الموجودين في الكره الارضيه، وتلاقيه اذا كان في استراليا او في اوروبا او في امريكا او في اسكندريه او في القاهره، وتلاقي الشخص ده يرد عليك. ما كانش حد ممكن يتخيل ده، كان ده احلام، ده ساينس فيكشن.
النهارده بنقول يوه الشبكه بطيئه جدا النهارده، ايه الحكايه دي؟ ليه؟ الانسان طبعا بيتقبل الحاجات دي بسرعه جدا. فاذا دي الخلفيه اللي احنا داخلين عليها على هذه الثوره المعرفيه اللي احنا هنتكلم عليها. بس كنت انا بتكلم على 7 اعمده لهذه الثوره المعرفيه الجديده، فلازم اقول من الاول انها كلها متضفره مع بعضها، يعني انا بقسمها الى 7 اعمده لتوضيحها، انما هي اساسا متضفره مع بعضها، ما اقدرش تفصلها، انها كلها جزء من نفس الظاهره، وده تشخيص للظاهره اكتر من اي حاجه تانية. فاول حاجه اللي هي التقسيم بارسينج واللايف والاورجنايزيشن، ايه اللي بتكلم عنه؟ الى العصر احنا دخلنا فيه ما زال المعرفه مكونه من يونتس، سواء فوليومز كتب او مقالات، ودي عامله زي حيطه مبنيه طوبه طوبه، وتقدر تشوف الطوبه فيها وتقول دي الطوبه بتاعت فلان ودي الطوبه بتاعت فلان والطوبه بتاعت فلان. احنا بننتقل النهارده الى خرسانه مصبوبه، فين بدايه ده وفين اخر ده مش هتقدر تعرفه في النسيج المعرفي. فلما يجي واحد زي هارولد فارمس وينشر البابليك لايبرري اوف ساينس، ده اساسا بياخد اليونتس اللي كانت موجوده وبيحطها بصوره الكترونيه وبيخليها متاحه للجميع. ده في خطوه تجاه الفلويديتي، ولكنها ما هياش الفلويديتي بعينها. النقطه الاساسيه بتاعت الايف اور ديد دي جايه من ايه؟ جايه من ان لو انا ودكتور مجدي ناجي في ايدينا فوليوم معين، نسختين من نفس الفوليوم، وهنفتح الصفحه 157 هنجد السطر الاول بيقول كذا في النسخه بتاعته في النسخه بتاعتي، وانا لما بعمل له ريفرنس اقول له بص في الفوليوم كذا المؤلف الفلاني، هيجد نفس الحكايه، وستبقى الحكايه دي بعديها ب10 سنين وبعديها ب50 سنة برضو، طول ما فيش نيو اديشن هيفضل شكل التقويم المعرفي اللي موجود في الوحده البارس ديان، ده اللي بسميه ديد. بينما لما بديله ريفرنس الى ويب سايت اقول يا سلام انا شفت حاجه كذا كذا على الويب سايت ده، يروح داخل على الويب سايت تلاقيها اتغيرت. ويب سايت از الايف، اتس بينج كونستنتلي ابديتد. Unless you capture الايمج بتاعها وبتحطها في الانترنت اركايف، الويب سايت طبيعه المعرفه اللي بتتحط على الويب سايت متغيره. بينما طبيعة المعرفة اللي كانت موجودة لغاية دلوقتي في النشر المعرفي اللي احنا تعودنا عليه ككتب وغيره كان بيبقى ديد. فالفيرجن ما بيتغيرش، هنا بيتغير كونستنتلي. فالكتب in that sense الكتب ديد والويب سايتس ار الايف. الميثودولوجي اللي احنا عملناها وكوناها، وده بقى من بداية الكتابة في مكتبة وتكوين المعرفي في مكتبة اسكندرية القديمة، لما كاليماخوس كون أول بيبليوغرافيا، لأنه عمل البيناكس اللي هو كتالوج المكتبة القديمة، فقسم المعرفة إلى موضوعات وحط مؤلفين جوه كل موضوع، وبعدين رص أسماء المؤلفين ألفابيتيكلي، كون هذا النظام من 2300 سنة مستمر معانا إلى يومنا هذا. وفي القرن 17 احنا طورنا الستراكشر بتاع تقديم المعرفه، بتعمل انترودكشن، بتعمل بروبلم ستيتمنت، بتشرح الميثودولوجي اللي عايز تتبعها، بتجيب الريفرنسز بتاعتك ويو مارشال ذا ايفيدنس، بتعمل اناليسيس، بتعمل انتربريتيشن فور ذا ريزلتس، يو درو كونكلوجنز فروم ذات، وبعدين عندك طريقه انك تحط الريفرنسز والبيبليوجرافي بتاعتها. الستراكشر دي كانت موجوده وما اتغيرتش من القرن 17. ده جاء يعني التنسيق ده هو الستاندردايزيشن، ده يعني طريقه تقديم سواء مقاله بتنشر في مجله او كتاب او مونوغراف، يعني يو ستيل بريزنت المعرفه بالشكل ده لغايه ما دخلنا دلوقتي، والرساله بتعرض بالشكل ده برضه. النهارده بقى بدات تتغير، الويب بيج از هوم بيج شورت ستيتمنت فيه، وبعدين بيطلع منه هايبر تكست لينكس زي ما انتم عارفين. الهايبر تكست ده از 1992 تكنولوجي، وبندور على سايت ماب وسيرش وبراوزنج ويو فايند ذا بارت ذات يو وانت فيه بالشكل ده، وتداخل مع التكست دخل ايمجز وفيديوز وحاجات كتيره جدا اخرى دخلت فيه. فبكره بقى طب هيحصل ده النهارده، طب بكره هيحصل ايه؟
البارسنج اللي هو بدا يقل مع حكايه الويب بيجز والهايبر تكست انا في رايي will become continuous، هيبقى fluid. والدوكيمنتس will not only be alive انما الكونسبتس اللي موجوده في الدوكيمنتس زي ما بنتكلم في السيمانتيك ويب will become part of the fiber بتاع التكست نفسه، وهيخش معاه مش بس ايمجز انما 3 دي ايمجز وفيديو وانتر اكتيفيتي بالاضافه للي موجود فيه. والانتاير سيستم از الايف، اتس نوت انديفيديوال دوكيمنتس ان ات. والادفانس سيرشابيلتي اند براوزنج اكروس، اللي كان زمان ويب 2.0 هيصبح سيمانتيك ويب، هيتحول. واللانجوج اللغه مش هتبقى بارير، لان الكمبيوتر هيترجم من لغه للغه، وبالتالي هنقدر نخاطب هذا الكم المعرفي الجديد باللغه بتاعتنا. فالستراكشر اند برزنتيشن اوف سكولرلي ارجيومنت هتتغير، وهتبقى النيو ستراكشر هتبقى فيها ويب بيجز وهايبر تكست وفلويد ووردز ومالتيبل كونكشنز ونيو واي اوف اورجنايزنج والرول اوف ايمجز. فالحقيقه طبعا دي بدايه جديده جدا، فبتخلينا مثلا بدل ما صاحبنا كاليماخوس عمل النظام اللي عمله واللي هو ما زال مستعمل في كل مكتبات العالم وكل المكتبين الى يومنا هذا بصوره او اخرى، بنعمل كتالوجينج للكتب وبنحطهم على ارفف وبننظمهم بالموضوعات، هيبقى عندنا حاجات شكلها كده. دي از مابينج اوف ذا انتر لينكجز اوف كونسبتس اند كروس ريفرنسز اللي موجوده في ميادين المعرفه المختلفه. هنا مثلا دي سوشيال ساينسز. فالمابينج اوف نوليدج مش تقسيم by definitions، والبارسنج ده اختفى. بدور دلوقتي يهمني ان اعرف ال thickness of these links اللي موجوده ما بين الدومينز المعرفيه المختلفه، وده جزء من الريفلكشن بتاع ما هنوصل له بعد كده على convergence وترانسفورماتيف ريسيرش لما هنتكلم في العمود الخامس. ده السوشيال ساينسز وده الناتشرال ساينسز. فبنجد مثلا الناتشرال ساينس ما بين molecular وسيل بيولوجي في very strong link مع الميديسين والنيوروساينس والى اخره. الفيزيكس از اوفر هير. المهم التنويعه دي مين اللي بيبنيها؟ التنويعه دي الخريطه دي مين اللي بيبنيها؟ مش واحد لايبراريان بنجيبه ونقول له قسم لنا الموضوعات دهيا، او واحد اداري في جامعه. لا، اللي بيبني الخريطه دي هم العلماء والشباب اللي زيكم اللي بيستعملوا هذه الماده واللي بيضيفوا اليها. يبقى دي نفسها كمان الخريطه المعرفيه دي متغيره. دي مش خريطه معرفيه نقول طيب احنا كان عندنا خريطه معرفيه بتاعت كاليماخوس او الخريطه المعرفيه بتاعت اللايبرري اوف كونجرس او الدوي ديسيمال سيستم ودلوقتي هنطبقها بشكل معين. لا، itself it is becoming a living mechanism بيتغير كل لحظه معانا. وبيوند الكونفشنال كيبورد والسكرين از انترفيس هيحصل تغيير زي ما قلت، في انتر اكتيفيتي، في اوجمنتد رياليتي، وفي بوش فاكتورز. يعني المعرفه نفسها هتتوزع. مثلا ان ذيس كيس عندي واحد جايبينه ايميديتلي على عمليه، ممكن انا اقدر اجيب الميديكال ريكوردز بتاعته على البي دي اي عند الشخص الموجود في الموقع، مش اروح ادور في فايلات في حته ثانيه. اذا بعد الحيطه اللي كانت موجوده فيها طوبه طوبه مبنيه وكل واحد حاطط اسمه على الطوبه اللي بناها، احنا بنتكلم على a living vibrant changing interconnected knowledge base على حجم الانسانيه كلها، اشبه ما تكون بشكل النيورونز اللي في مخ الواحد. يعني human intelligence itself عباره عن نيورونز كونكتد ما بين بعض بسينابسز، والسينابسز بالدرايف بتاعتها بيبقى firing away at different speeds in different parts at all times. الصوره فيها تشابه كبير. فده العمود الاول للسبع اعمده بتوع الثوره المعرفيه الجديده. العمود الثاني الحقيقه هو الايمج والتكست. الغالبيه العظمى من الانسانيه لغايه ما دخلنا في القرن الواحد وعشرين كان الاعتماد الاساسي في النقل المعرفي هو النص او التكست. فدلوقتي بقينا نعتمد على الصوره. طبعا الصوره كانت مطلوبه، انما الصوره كانت غاليه وكانت صعبه، وصعبة في الطباعة وصعبة في النقل، فكان الاعتماد أكبر قوي على النص. فالنهاردة أنا هقول image plus text، مش هقول إنه حل محل التكست، إنما الايمج بلس تكست rather than just text with rare images، لأنه ده الواقع اللي إحنا بنعيشه دلوقتي. فطبعا أنا أسهل لي قوي إن أشوف صورة زي دي عن إني أقرأ توصيف لها
عشان أحاول أكون هذه الصورة في ذهني. ولكن العلاقة ما بين الإنسان والصورة، القارئ والصورة أو الناظر إلى الصورة، غير العلاقة ما بين القارئ والتكست. التكست أو النص هو تعاون ما بين الكاتب والقارئ. بمعنى إيه؟ بمعنى إن القارئ أولا في تعامل أبستراكت على مستوى عالي جدا، في تريبل ليفل اوف ابستراكشن داخل فيه، في الابستراكشن بتاعت الحرف، ثم الابستراكشن بتاع الكلمه، ثم الابستراكشن بتاع الجمله. ودي بتكون في ذهني صوره، وهذه الصوره انا ببنيها وانا بقرا الناتج بتاع دي. فالتفاعل، هذا التفاعل موجود، بينما لما بشوف الصوره هي الصوره، بتفاعل مع الصوره زي ما هي موجوده. فالظاهره دي فيها بوزيتيفز كثيره جدا، لان طاقه الانسان انه يعمل بروسيسنج للانفورميشن اعلى جدا بالنسبه للصوره عنها عن التكست. يعني مثال بسيط جدا، اي حد فيكم ممكن يخش كده يروح فاتح باب ويبص في اوضه وراح قافل باب تاني، في الثانيه دي او الثانيتين دول هيبقى عنده صوره تكونت عن ايه اللي موجود جوه الاوضه دي. هيقدر يوصفها، يقول الحيطان شكلها بيضه وسقف ابيض وكان فيها نجفه وكان فيه ترابيزه وحواليها 6 كراسي وكان قاعد 2 ستات و4 رجاله والترابيزه من الخشب والمعدن مش عارف ايه وفي سجاده على الارض. كل الكلام ده اتلقط في ثواني او ثانيه حتى، بينما الديسكريبشن بتاعتها لو انا بقرا الديسكريبشن دي ببنيها خطوه خطوه از اي جو along. ففي بوزيتيفز، بوزيتيفز بقى بيوند السرعه بتاعت البروسيسنج، ان بقدر اقدم صور بتسمح لي ان اشوف حاجات ما كنتش اقدر اشوفها قبل كده، انكلودنج 3 دي فيرتشوال رياليتي اكس رايز مثلا، حاجات مايكروسكوبيك، اشوف حاجات بيوند الرينج بتاع الفيزيبل لايت زي تمبريتشرز او التوموجرافيز المختلفه، اشوف حاجه ما كانش ممكن اشرحها بصوره تانية. يعني ده منظر المترو بتاع طوكيو، لو واحد يتخيل ان انا عايز اوصل معلومات دهيا بنص او بتكست فيها شبه استحاله. هقعد اوصف الوصلات دي ازاي بينما اقدر اشوفها بالافيشنسي بتاعت الصوره. اقدر اروح لفينومينا انا ما كنتش حاضر في الفضاء مع دول، بس الصور والفيديو بتاعت اللي بيحصل في الفضاء بتنقلني بالتجربه الاكسبيرينشال فينومينا بتاعي، بيخليني اشارك في هذه العمليه بصوره ما كانش ممكن احلمها. وامكاني كمان ان انا اقدر احلل تصورات مثلا على الافيشنسي واللي بيحصل في المدن واستعمالات الطاقه بصوره اخرى. لغايه فتره حديثه كنا احنا يعني حتى الناس البسطاء يعتبروا ان الحاجة المنشورة المكتوبة يبقى لها مصداقية. يا عم ده كان مكتوب في الجورنال. ايوه، بس مش معناته ان كل حاجة مكتوبة في الجورنال is necessarily correct. واحنا عارفين ان مش كل حاجة مكتوبة في الانترنت is necessarily correct. انما كنا بنقبل مصداقية الصورة. كنا بنقبل مصداقية الصورة. يعني لو واحد قال لك فلان الفلاني قابل فلان في الحتة الفلانية وادي صورة ليهم، كنا بنقبلها. النهارده مع الفوتوشوب وغيرها من الوسائل اللي انتشرت جدا، مصداقيه الصوره نفسها قلت، لان الواحد ممكن انها تكون صور متركبه، صور ديجيتال بصوره او اخرى. ففي تغييرات حتى في دور الصوره كذلك. انما اللي واضح جدا ان الصوره مع التكست غيرت طريقه التواصل المعرفي بصوره مختلفه ما كانتش موجوده قبل كده. الجزء الثالث is humans and machines. مش بس ان احنا بقى عندنا مكانات كثيره جدا كل واحد مننا بيستعمل كل الحاجات دهيا، انما في جزء من الظواهر السيكولوجيه بقى بتظهر من الحكايه دي، الواحد مشدود لانه دايما على اتصال، دايما معاه، بيدور على الايميلز بتاعته، بيدور على الاس ام اس مسجز، بيدور على مش عارف ايه، وبتعمل ستريسز لناس كتير في مواقف معينه، وبنبقى تشيند للجادجتس بتاعتنا. يا نهار اسود انا نسيت الموبايل، ده انا همشي من غير معايا الايباد، ده مش عارف ايه الى اخره. الواحد بيحصل له ادمان في حاله الايباد دي بالذات. يعني في انا كده مع مجموعه من زملائي بدانا ندمن الايباد، مع ان المكان ده شود ليبريت اس من حاجات كثيره جدا. انما وات ايفر ذا بروبلم اور ذا رياليتي، في مشكله معرفيه. يعني الموضوع بتاعنا النهارده المعرفه، الاستراكشر المعرفي. الديجيتال فيوتشر ده اللي وصل، اللي سمح لنا بان الفيديو والصوره والتكست والرقم وبتاع كله يتداخل مع بعضه بلغه واحده، هيؤدي الى الاتي. ان with the exception of pure mathematics and
فيلوسوفي في اجزاء، زي واحد يسأل اسئله زي ما معنى الحياه، ايه الهدف منك، what's the purpose of the universe، what is the meaning of life، what is the definition of justice. اوكي، ده ممكن يقعد يفكر فيها لوحده كده، وال pure mathematics لسه ما زالت تستعمل. انما باستثناء التو فيلدز دول، there is no other field of knowledge, no other field of knowledge that you can work without machines. Humans will need machines to access, to retrieve, to manipulate, and to add to the body of knowledge اللي موجود. This is not good or bad, it just is. حتى في السوشيال ساينسز وغيره، لان كم المقالات اللي اتنشرت وكم الحاجات المنشوره ما بقاش ممكن ان واحد يتعامل معها الا عن طريق المكن. لازم تعمل سيرشز، لازم تدور على الريفرنسز اللي اتعملت فين، ان ذيس جلوبال نولج اللي اتكلمنا عنه. الماشينز دي هتسمح باكسباندنج البرينز ريتش بتاعنا بيوند اني ثينج اور بيرنتس كود ايماجين. والتكنولوجي اند ساينس بدأوا نتيجة لكده كمان، انهم هم بيتفاعلوا مع بعض مش بس في الاضافة المعرفية، انما ايضا في تطوير المنهج نفسه. بمعنى ايه؟ الى عصر قريب كنا نتخيل ان الساينس بيطلع ساينتيفيك كونسبتس، وبعدين باخد الساينتيفيك كونسبتس دي اطبقها ان يوتيليتاريان واي عشان احل مشكلة، وده بيصبح تكنولوجي. انما اللي بدانا نشوفه ان هذا الاتجاه الخطي اللينير ان وان دايركشن اصبح بيتداخل. يعني لما حد بيسالني ليه النيو بيولوجي ما جاتش الا دلوقتي، الرد انها ات واز امبوسيبل ان توجد النيو تكنولوجي نيو بيولوجي قبل ما يتواجد عندنا اللارج سكيل فاست كومبيوتنج. ليه؟ لان ما فيش انسان يقدر يكتب 3 مليار حرف ويكتب سطر تاني فيه 3 مليار حرف وبعدين يقارن السطرين ويلاقي اختلاف في 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 حرف واحد اللي هو اللي بنسميه السنيبس او السنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم مثلا، which is له مراكز وشغل كتير بتعمله. Not possible. التكنولوجي هي اللي مكنت التطور المعرفي، والتطور المعرفي بيطور التكنولوجي والتكنولوجي وهكذا. فاحنا فعلا بنجد ان احنا دخلنا في سبايرال ما بين الساينس والتكنولوجي والكرنت نولج، نيو ديسكفريز، نيو تكنولوجيز، نيو ديسكفريز، نيو تكنولوجيز، نيو ديسكفريز، كله متشابك مع بعضه بصوره مستمره. والنيو تكنولوجيز دي هي بتيجي بالماشينز. يعني مفيش استحاله ان انا كنت اقدر اشتغل على النانو تكنولوجي قبل ما يبقى عندي الالكترون تانلينج مايكروسكوب ويبقى عندي المقدره على التفاعل مع الحاجات دي على فيري سمول سكيل. فالتكنولوجي سبايرال ده من الحاجات الملاحظه فيه السبيد بتاعته بتزيد. السبيد بتاعته بتزيد، فالتفاعل ما بين الانسان والاله مش بس بيزيد، انما كل نيو مثلا الماس سبكتروجرافي بتغير الاناليسيس بتاع الدي ان اي سيكونسنج اللي كنا بنستعمله عشان نعمل فينجر برينتنج فور اورجانيزمز. طيب لازم دلوقتي خلاص بقى اللي بيشتغل في الحته دي لازم يستعمل الادوات الجديده دي كلها، والسبيد ده عامل تطور سريع جدا جدا جدا، بحيث انه التنبؤ بتاعي ان احنا مش هنقدر حتى نتابع السبيد بتاع التغيير الا with machines، طبعا through communication and through connectivity. طيب اذا كان الوضع كده، why do we need all these machines? Well, we need the machines مش بس عشان الكمبيوتر القديم اللي كان عندنا، انما we need very powerful machines. Very powerful machines. احنا هنا نفخر في مكتبة اسكندرية ان عندنا سوبر كمبيوتر، وزي ما انتم عارفين ان السوبر كمبيوتر بيحتاج ان يبقى عنده 10 تيرا فلوبس اور بيتر عشان يعتبر سوبر كمبيوتر. اقل من 10 تيرا فلوبس نعتبره just a large computer. ف why do we need a machine that does this? Well, we need super computers لحاجات كتيرة جدا. ابسط حاجة للنيو فيلدز اللي بنشتغل فيها النيوروبيولوجيكال سيميوليشنز. مخ الانسان ما زال a million times more complicated than the more complicated computer اللي موجود في العالم. يعني احنا عندنا 100 billion neurons في المخ بتاعنا، و they each have up to let's say 10,000 connections، وفي firing away في السينابسز مش كلهم at the same time، في حتت مختلفه كثيره جدا.
up to 200 times per second. شو بقى عدد الكونكشنز دي قد ايه؟ ده حاليا it's about a million times bigger than any computer we have built. وبالتالي سؤال طبعا عشان اعمل simulation للمخ I need very powerful computers. فالنيوكلير فيشن والفيوجن اناليسيس بارتيكل فيزيكس بحتاج لفيري لارج كمبيوترز. في البايو انفورماتكس، في البايو انفورماتكس اللي بتضم جينومكس وميديسن وانفورماتكس، البايو انفورماتكس هي بتاخد من الكمبيوتر ساينس والستاتستكس والماثيماتكس والجينيتكس والجينومكس والموليكولر بيولوجي والبايوكيمستري الى اخره، وبتدي كل الفيلدز ده هي في بروتين تكنولوجي وسكريننج وسيل بيولوجي الى اخره، كلها مستفيده من بايو انفورماتكس، محتاجه لفيري لارج سكيل كمبيوتنج. الكرتون ده جميل جدا لانه بيبين للشخص بيقول انه اللي حصل مع الهيومن جينوم انه واحد عرف زي بازل كبير جدا كل قطعه فيه من الحروف بتاعته، اوكي عرفنا ان عندنا ال 3 مليار قطعه دول، بقى ركب البازل مع بعضه عشان تشرح المعنى بتاع كتاب الحياه. فده عندنا 30,000 جينز 100,000 بلس بروتينز يمكن 3 مليون نوكليوتايد 20,000 ميتابولايت millions and millions of interactions. بروتيومكس، البروتين اللي بيتبني من الخليه من احد البروتينات اللي بيتبني is a very complex structure or three dimensional folding او طي البروتينات folding بتاعه ده is extremely important. A misfolding واحد بس هو الفرق ما بين a healthy protein والبريون اللي بيدينا الجنون البقر او البي اس اي بالنسبه للبقر اللي هو البوفاين سبونجيفورم انسيفالوباثي، او المتابع بتاعه الانسان اللي هو جيكوب كروسفيلد ديزيز. لو انا عملت بروتين اناليسيس ما بين 100 اورجانيزم على 400,000 بروتين، يعني هبص على 4,000 بروتين من الملايين اللي ممكنه، يعني 4,000 بروتين في 100 اورجانيزم، لو استعملت 20,000 regular PCs هيشتغلوا 24 ساعة عشان يعملوا comparison دي. That's why we need supercomputers. طب how about artificial intelligence? Well, the search for artificial intelligence is continuing. طبعا كان ري كورزويل كان تنبأ ان الكمبيوتر هيهزم بطل العالم في الشطرنج، وكتب سنة 88 ألف ظرف 10 سنوات، في 9 سنوات 97 اي بي ام's ديب بلو هزم جاري كاسباروف بطل العالم في الشطرنج، وده كان عمل ضجه كبيره وقتها. انما السؤال اذا كان الهيومن برين از 1 مليون تايمز مور باورفول ذان ذا موست باورفول كمبيوتر، وات ويل هابن وين وي هاف كمبيوترز ذات ار 1 مليون تايمز مور باورفول ذان ذا هيومن برين؟ ما هو زياده قوه الكمبيوترز عماله بتستمر، مورز لو والحاجات دي كلها والنتوركينج وال مع ماد كالف وغيره. طب هيحصل ايه لما وقتها الكمبيوتر هتبقى اقوى by orders of magnitude عن الهيومن برين في البروسيسنج باور بتاعه؟ will consciousness emanate؟ هيحصل ايه؟ فكورزويل مثلا يقول لك لا، ان في برامج هتبقى massively parallel primarily focus on pattern recognition وانتليجنس اند consciousness will be emergent phenomena، يعني يبقى عندي مجموعه كبيره جدا من التفاعلات بيظهر منها حاجه ما كانتش بتظهر قبل كده في التفاعل لوحده. طبعا دي سهله قوي ان انا اتخيلها، يعني لما نيورون واحد في مخي، النيورون ده ولا يعرف شكسبير ولا يعرف احمد شوقي الشاعر ولا يعرف توماس اديسون ولا يعرف حاجه، انما النيورونات دي كلها لما بتتفاعل مع بعضها بتطلع مقدره ان تفتكر الشعر بتاع شكسبير وبتاع احمد شوقي وتعرف اختراعات توماس اديسون وغيرها. طب دي جت منين دي بقى؟ ولا this is an emergent phenomenon في الحكايه دي. والتصور اللي بيقولوا ان 2020 الكمبيوترز will exceed the capacity بتاع الهيومن برين في الهاردوير، وبعديها ب 10 سنين السوفت 15 سنه السوفت وير will exceed the brain، وبعدين الكمبيوتر باور will exceed the collective intelligence of all of humanity من 50 ل 60. طبعا في ناس بتختلف معاه لانهم بيقولوا ان كلمه انتليجنس غير بروسيسنج وكونشسنس مختلفه، مش هدخلكم في الحكايه دي، انما ان في اسئله كثيره جدا اذا كان في ايمرجنت انتليجنس
would it be embedded in a machine, in a robot, what would such things be like, وعلاقتهم مع الإنسان هيبقى إيه. إنما already بنقدر نشوف إن هذا التفاعل ما بين humans and machines يدينا فرصة للتنظيم المعرفي بصورة مختلفة عن الماضي. وفي تجربتين الحقيقة بتشترك فيهم مكتبة اسكندرية، والتجربتين دول يمثلوا بدايات إرهاصات العالم اللي أنا بوصفه النهاردة، لأنهم qualitatively مختلفين تماما عن أي تنظيم مكتبي قبل كده. أول واحد الWorld Digital Library، ده كان visionary initiative قامت بيه مكتبة الكونجرس وبتسند اليونسكو، والفكرة فيها أن أنا أجمع ثقافات العالم بأحسن ما تراه المكتبات المختلفة في شتى أنحاء العالم، وأجمعهم virtually بصورة واحدة. والنتيجة بتاعت كده هتبقى لما ننجح في هذا أنه مش بس حاجات كانت متفتتة هتبتدي تتجمع مع بعضها، إنما أيضا أنا متخيل أن الـ virtual copy اللي بنعملها دهيا هي اللي هتبقى المرجعية الأولى. يعني الناس هتستقصي هتاخد معلوماتها من الـ virtual copy مش من الأصل. الأصل ممكن بعد كده يتحط في مخازن، إنما الـ accessibility والـ manipulation هيتم كله عن طريق الكمبيوترات. فإحنا في مصر كنا عملنا pioneering work هنا في مكتبة اسكندرية، سميناه ذاكرة مصر المعاصرة، وفي ويب سايت تاني اسمه Eternal Egypt، أنصحكم إن أنتوا تخشوا على الاثنين عشان تشوفوه. ونتيجة لكده مكتبة الكونجرس الحقيقة أخذتنا كشريك معاها في تصميم الـ World Digital Library. لو ده كان البروتوتايب، بنشرح البروتوتايبس في 2007 والأوفيشال لونش في أبريل 2009، وفي كلتا الحالتين أنا بمثل مكتبة اسكندرية جنب مكتبة الكونجرس على طول. تقدروا تخشوا عليه wdl.org هتلاقوا شكله بالشكل ده، وممكن الواحد مثلا في 7 لغات موجودة فيه، فممكن احنا ندور على الانجليش ونعمل براوزنج باي تايب اوف ايتم وندور على حاجات في الايتم بتاعنا ونقدر نلاقي مثلا حاجة زي دي. دي طبعا مكتوبة اصلا بالروسي انما موجودة بالانجليزي قدامنا هنا. ممكن نغير الى البرتغالي اهو، وممكن نغير الى اللغة العربية، فبتطلع على طول الصورة اتقلبت طبعا عشان احنا رايحين من اليمين للشمال بالشمال لليمين. كل الحاجات دي الحقيقة من الحاجات اللي احنا اشتغلنا فيها وكان لنا ضلع في تكوينها، انما سواء كتب او مخطوطات او خرائط او غيرها، كل الحاجات دي searchable by topic by place by time by institution by cluster by theme، ونعمل global search نلاقي كلمة واحدة فيها الى اخره. فال wdl.org عينة جديدة من عرض ما تقليديا عرض في المكتبات، ولكن بصورة جديدة جدا بتضم معرفة كونية global، معرفة global بتحطها في متناول الجميع، وبيشترك في صناعتها كل المؤسسات المختلفة في العالم ده. This is على مستوى المؤسسي، يعني زي حكاية ويكيبيديا بيشترك فيها أفراد لتكوين المعرفة، المؤسسات تشترك في تكوين معرفة كونية ووضعها بصورة ان الافراد يقدروا يستقطبوها تاني. ده طبعا في استحالة ان الواحد يتخيل مشروع زي ده من غير الماشينز الجديدة. المشروع الثاني is encyclopedia of life. encyclopedia of life is a big project في كل المتاحف الكبيرة في العالم، متاحف ناشونال هيستوري، في مكتبة اسكندرية وفي 18 مكتبة عالمية. بيبدأ بويب سايت، ادي الويب سايت، وفي انواع المخلوقات او الكائنات المختلفه، في 1.8 مليون سبيشيز متعرفه علميا، يعني متعرفه علميا زي احنا مثلا هومو سيبينز، الرز مثلا اورايزا ساتيبا، الملوخيه كوركوريس اوليانتروس، وهكذا. يعني كل حاجه مات بتاع بني ادم متعرف بصوره او اخرى. عايزين نعمل ويب سايت لكل مخلوق بشكله كده اهو، يعني ده توريتوبسيس روبرا، واللي اكتشفوا وعرفوا فارقهار سنة 1895، ففي ويب سايت له، وفي ذا كروميستا والفونجاي والباينز والبروتوزوا والفيروسز والى اخره. وورا دول واقدر اوصل لهم دايركتلي واندبندنتلي، في يساندها 300 الى 600 مليون صفحه من الكتابات العلمية مرقمنة، ودي بنسميها البايو ديفرستي هيريتج لايبرري،
فالكومبينيشن بتاعت سبيشيز بيجز وبايوديفرسيتي هيريتج لايف بتكون انسيكلوبيديا اوف لايف غريبه جدا. طبعا في استحاله ان حد كان يتخيل انه يعمل انسيكلوبيديا طبيعيه بالطريقه القديمه في ظل هذا الكم المعرفي الهائل المتزايد والمتغير. لان يجي حد بعد شويه يقول لك لا احنا عملنا دي ان اي اناليسيس ولقينا ان الفصيله دي الاورجانيزم ده از ذا سيم از ذات اورجانيزم او انهم مختلفين فهغير الويب بيج بتاعتهم الى اخره. انما الظاهره بتاعت ان احنا اختلفنا عن التقسيم التقليدي اللي احنا كنا بنجده في الصفحات بتاعت ال 600 مليون صفحه القديمه اللي هي موجوده في كتب زي الاناليز بتاعت البوتانيكا والمايكروبيولوجي الى اخره اللي هم ال 300 600 مليون صفحه دول. الظاهره دي هي احدى الظواهر اللي كنت بتكلم فيها في العمود الاول ان احنا انتقلنا الى المعرفه بصوره حيه بصوره مبنيه على الويب بيجز بالاتصالات. ما زالت الاتصالات دي لسه فيري بريميتيف، احنا لسه ما زلنا في الهايبر تكست. بعد 10 15 سنه الواحد بيتخيل ماتش جريتر فلويديتي هتبتدي تحصل، انما اللي عايز يخش عليها eol.org. تيجي بقى قضيه اللانجوج. اللانجوج از لانجوج ا بريدج اور ان اوبستكل؟ هو ديفينتلي اتس ان اوبستكل حاليا. يعني انا راجل بقرا لغات متعدده انما مش كتير، اربع لغات اقدر اقرا فيها، يعني ثلاثه وانا مستريح، واحده وانا تعبان. انما ما اقدرش اقرا برتغالي، ما اقدرش اقرا صيني الى اخره. في النهايه كل واحد منا بيخش على المعرفه دهيا بيدور على انه بيقرا تكست، التكست ده بيقرا بلغه معينه لها حروف معينه ولها قواعد معينه، الواحد ما يقدرش يذاكرها كل اللغات اللي في العالم لوحده. فاستعمالات اللغات المختلفه بتبقى موجوده، ده الاستعمالات على الانترنت. فجاه مشروع بتاع الامم المتحده مع اليونيفرسال نتوركينج لانجويج، في مجموعة جميلة من الشباب بتوع الاي تي وبتوع اللغة بيعملوا الحكاية دي بالنسبة للغة العربية. الفكرة فيه بسيطة جدا، ان انا لو جيت بدور على الترجمة ما بين الانجليزي والعربي فكنت هعمل برنامج خاص يربط ما بين الاثنين، او نعمل برنامج خاص ما بين العربي والانجليزي الفرنساوي. لقيت نفسي دلوقتي بضطر اعمل برنامجين من اول وجديد. فالامم المتحدة قالت لا، طب نعمل ايه لو عملنا زي عمود وسطي في وسط الدايره ده اللي نسميه يونيفرسال نتوركينج لانجوج، ودي لغه غير مقروءه غير منطوقه، هي لغه كمبيوتريه فقط. والسؤال بيطلع من العربي يتحول الى يو ان ال، ومن يو ان ال يتحول للانجليزي، ومن الانجليزي يرد عليه في اليو ان ال، ومن يو ان ال يرجع عربي. طب دي مش عامله زي ودنك منين يا جوحه كده؟ ليه؟ طب ليه نعملها كده؟ نعملها كده عشان دلوقتي لما بنضيف الفرنساوي بنجد ان الفرنساوي فتح على الانجليزي، ولو ضيف الالماني الاربعه فاتحين على بعض، ولو اضفت الاسباني الخمسه فتحوا على بعض وهكذا. ودي مهمه بالنسبه للامم المتحده لان اللغات الصغيره، اللغات الصغيره ما حدش هيستثمر في انه يعمل لها ترجمه فوريه بالكمبيوتر. واحنا في الاجتماع اللي كان الدكتور مجدي وانا كنا حاضرين فيه في الكويت، جم الجماعه بتوع ارمينيا طلبوا انهم ينضموا. فبالنظام ده قالوا انضموا، محدش طبعا هيستثمر في انه يعمل ترجمه فوريه كمبيوتر عربي ارمني ارمني عربي، لان مفيش كم كافي معرفي في هذا. انما كل المطلوب منهم انهم هم يعملوا اللغه الارمنيه بتاعتهم مع اليو ان ال باك اند فورث، اوتوماتيكلي هيضيفوه لي انا من العالم العربي هقدر اخش له، وهم هيكتسبوا كل اللغات الثانيه فيها. فده اللي كانت الامم المتحده تطلبه، وكل الويب سايتس دي اترجمت بالكمبيوتر. وبعدين يعني الـ الاصل فيها بسيط، ان لو حطيت تركيب اللغوي كلمه جمله بسيطه زي اكل الولد التفاحه بلغات مختلفه، هاجد ان المكان بتاع كل كلمه بيتغير من مكان لاخر، ولكن تحت بيبقى عندي structure that is universal بقدر اجي. طب هل هقدر اطلع الاستراكشر دي واحولها يرجعها تاني مثلا الى لغه عربيه؟ لازم الاول اجد ديكشنري بيحول من يو ان ال لعربي ويتحول كل كلمه فيهم، وبعد كده لما دام عندي العلاقات اللي ما بين الكلمات دي ادخلها في قواعد اللغه العربيه واطلع منها جمله عربيه سليمه. يبقى على الخطوتين ده اللي هو بيحصل الديكودينج. هل ده فعلا بيقدر يحصل النهارده؟ بيقدر يحصل. اخدت
حاجة أصعب طبعا دي كان ثلاث كلمات، لو أخدت حاجة أصعب منها شوية ده بخش بعمل بقى الستراكشر بقى في الكونسبتس وبتاع، بنعمل الحاجات اللي بقى بنعملها لكم دي كلها عشان تطلع كده بتاخد طبعا 0.2 of a second، يعني دي خطوات كتيرة جدا لما الكمبيوتر بيعملها بسرعة كبيرة ويطلع الويب سايت متطور بالشكل ده. فاحنا مسؤولين عن الجزء العربي في هذا العمل، في 15 مجموعة لغوية بتشتغل النهارده، وفي ثلاث أجزاء، الديكشنري بتاعنا والانكونفرجن بتاع الديكشنري لغاية دلوقتي كان أظن زاد دلوقتي دكتور مايدي، كان 140 ألف كلمة و80 ألف مفهوم حطمناهم في ثلاث سنين، وبنينا كوربس 60 مليون كلمة. يعني إيه كوربس 60 مليون كلمة؟ دي فيري امبرسيف الحقيقة. أولا بنجيبه منين؟ بنجيب من كل النشرات والكتب والمجلات والجرايد والويكلي والمانسلي والديلي، وبننظمه بجميع الموضوعات اللي ممكن الواحد يتخيلها، لأنه كم هائل 60 مليون كلمة دي حاجة كبيرة جدا. والحقيقة كل كلمة بتدينا بقى الكونتكست بتاع الكلمة. فلما بجد جملة زي كتب نجيب محفوظ العديد من الروايات الرائعة، كلمة نجيب دي ممكن تكون لها معاني مختلفة، ممكن تكون صفة، ممكن تكون اسم، ممكن تكون نجيب بمعنى احنا بنجيب على، فبالتالي يعني هنا يقول لك وي بلس انسر ريبلاي كومبلاي، يعني ممكن تبقى. طب انا هعرف ازاي؟ الكمبيوتر هيعرف ازاي؟ من الكونتكستشواليزيشن اللي موجوده من الكوربس بيقدر يطلع الكونتكست بتاعها، وبيعمل ديس امبيجويشن، وبيختار ان المقصود هنا الاسم نجيب مش الصفه، ولا ما هياش نجيب، هي نجيب. الكرنت ستيت اوف اناليسيس ان احنا بنحط كل كلمه وراها 16 بيس اوف لينجويستيك انفورميشن، بحيث ان الصفحه بتاعتنا في 60 مليون كلمه زي دول كده، وراها كل واحده من دول في 16 توصيف لغوي. وبعدين هذا الكم له ميتا داتا كولينج الكلمات، وبنعمل اناليسيس الكوربس بنمشي عليه بعد ما بيتعمل، بحيث مثلا هنا الفيربز ان بريزنت تنس ار اوت اوف كونتكست بنصلحها عشان تكتمل وتسمح لنا ان الكونتكستواليزيشن تتعمل بعد كده. فده عمل ضخم جدا، عمل ضخم جدا، ولكن هيخدم اللغه العربيه في جميع الاحوال، وهو فعلا الوضع بتاع المنهج بتاع الترجمه الفوريه بالكمبيوتر عن طريق الرول بيست سيستم. في statistical سيستم بيشتغل بيه مثلا جوجل وغيره، ولكن هنا الكواليتي بتاعتنا كانت احسن. سوفت وير بيسمح ان احنا نعمل سيرش فيو، ونقدر نعمل بقى الكونفرجن من اللغه العربيه الى حاجات تانية. فاذا لقينا obstacles كتيره جدا، morphotactic constraints، discontinuous concepts، disambiguation، implicit concepts، automatic extraction، eliminating non-universal، preposition semantic، فان كل الحاجات دي بنعملها. شوفوا مثلا morphotactic constraints، لو اخذنا كلمه زي أدركونا، طب دي مكونة من إيه؟ من آ ودركة وأونا، وآ دي ممكن تبقى حاجات كتيرة أوي، ودركة لها معنى، وأونا دي في واو ونون وألف، وكل واحدة منهم لها possibilities بتاعت معاني كتيرة جدا. طب أني معنى possible؟ هو actually من ال 68 possible combination اللي موجودة في هذا التحليل، في اتنين، واحدة أدركونا والثانية أدركونا بالأمر. والكمبيوتر بيعمل morphotactic constraints، بيختار مع الكونتكستشواليزيشن بيطلع الرولز بتاعتها انها past tense prefix catch they us أدركونا. ف بناخد دلوقتي جملة زي دي تتحول إلى يو ان ال بتبقى شكلها كده. طب أرجع بقى دي conversion من الناحية الثانية، هي طبعا زي ما احنا شرحنا في بتحتاج للليكسيكون او الديكشنري، وبتحتاج للديكودينج رولز عشان نحول كلمه زي الدرس كتب محمد، نقعد نحولها لغايه ما كتب محمد الدرس، هي تبقى سليمه. جمله اصعب زي دي، لان احنا عملنا تيست، والحقيقه انا فخور بان الشباب بتوعنا اللغه العربيه طلعت احسن واحده من ال 15 مجموعه لغويه. اليو ان ادتنا 800 صفحه من الصفحات بتاع الانسيكلوبيديا اوف لايف سبورت سيستمز بتاعت اليونسكو،
ان يو ان ال وقالت ترجموها الى اللغه بتاعتكم ونشوف هنقارنها بعد كده بالتكست الاصلي. فطلعت جمله زي دي من الكمبيوتر. ادي الجمله. الجمله معقده جدا، دي بقى مش اكل الورق التفاحه، لا دي معقده. ان جميع العمليات الجويه في تطورها وظواهر الطقس التي تقوم بترسبها تعتمد جميعا على التفاعل بين الطبقات الجويه على الارتفاعات المتعدده، وبالتالي اصبح من المهم القدره على تقييم حاله الغلاف الجوي عبر كل امتداد والعمود. معنى سليم، لغه سليمه، الكونسبت العلمي سليم. اذا it is getting to the stage وين راح ممكن نستعمل ده. طبعا احنا بنعمل تجارب ازاي؟ بناخد حاجات عربي بنترجمها الى يو ان ال، وبعدين بناخد اليو ان ال ونرجع نترجمه للعربي تاني ونقارن ما بين الاثنين. فجات لنا الفكره ان احنا نجرب نشوف اذا كان ما دام بقى يتحول الى يو ان ال نطلب منه انه يختصر. كم اللي قد كده يختصره؟ هل هيعرف يختصر ولا لا؟ فالفكره فيه طبعا ان ذيس كيس ان احنا بنعمل حاجه شكلها كده. بنحوله ل يو ان ال جراف، بنعمل سمرايزيشن الجوريزم ويطلع كونتراكتد يو ان ال ودي كونفرجن وسمرايزد ارابيك تكست. طب هنعرف نعمل كده ولا لا؟ اخذنا جمله من اصدقائنا بتوع الصحافه، جمله سيئه جدا لانها يعني ضخمه وتقيله ومكلكعه، بتقول التفاصيل الكامله الخاصه بالاكتشافات الاثريه الجديده في منطقه سقاره واهرامات الجيزه يعلنها الدكتور زاهي حواس الامين العام لمجلس اعلى الاثار، وذلك خلال افتتاح الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير مكتبه اسكندريه للمؤتمر الدولي للتنميه والحفاظ على المناطق التراثيه الذي تنظمه المكتبه 6 مساء غدا بالتعاون مع البنك الدولي في مركز المؤتمرات بمكتبه اسكندريه. ورحنا ايه؟ قلنا نحولها الى يو ان ال، فتحولت بالشكل ده، وقلنا للكمبيوتر اختصر، فالكمبيوتر دور على اهم حاجه ايه هي الفكره المهمه اللي فيها، وبدا يشيل الحاجات وايه الحاجات المتصله بيها، ويشيل الحاجات اللي هو يراها مش مهمه في هذا ويحتفظ بحاجات ثانيه. فقلنا له طب اعمل الدي كونفرجن، فادي الدي كونفرجن اللي حصل، وطلعت الجمله كده. يعلن دكتور زاهي حواس تفاصيل الاكتشافات الاثريه الجديده خلال افتتاح المؤتمر الدولي للتنميه والحفاظ على المناطق التراثيه، مقابل الجمله الاصليه اللي بالشكل ده. والاثبات ان ده اتعمل بالكمبيوتر انهم شطبوا اسمي. لو الاستاف بتاعي كان هو اللي بيعمل الاختصار كان يمكن حب يحافظ على اسمي، انما بدليل انه ممكن. والشغل ده المهم بالايفالويشن بيوزنج ستاندردز طلع اعلى من صخر ومن جوجل ومن بابلون في التقسيم بتاعه، من 15 ل 45% احسن من سيستران وغيره، وفي البوست اديتد ريزلتس احسن كتير قوي منهم يعني. فاللي قصدي اقوله ان الحاجات دي دلوقتي بدات تقرب جدا، ان هنقدر نصل فعلا الشبكه المعرفيه المتصله الفايبرنت الالايف دي هتبقى مور الايف، ان هذا الكم المعرفي هيبقى اكسسبل بالترجمه. اصعب حاجه في الترجمه هتبقى الشعر والادب والحاجات دي، لانه بتحتاج بيبقى فيها ازدراء وفيها ساركازم وفيها تشبيه وفيها كناية وفيها استعارة، فيها حاجات يعني لغويا صعبة. إنما الحاجات العلمية مطلوب فيها الوضوح، الترمينولوجي محددة، فبالتالي هي تبقى اللي احنا عايزين نطبق عليه كمبيوتر ترانسليشن من الأول. يبقى إذا بالنسبة للماشينز ما نقدرش نشتغل دلوقتي من غير ماشينز، ودور الماشينز بيزيد من ناحية الارتفيشال انتليجنس، من ناحية بيزيد من ناحية التمكين بقى التكنولوجي من ناحيه ثانيه، وده اللي بيمكننا ان احنا نتعامل مع عالم. العالم الجديد احنا بنعيش فيه مع المعارك اللي احنا بنقودها في العلم، في ناحيه ثانيه تطورت اللي هي الانورمس زياده في الكومبلكسيتي. الكومبلكسيتي والكيوس هنا وهو العمود الرابع بستعمله بمعنى العلمي بتاعه. وانا في تخيلي ان احنا محتاجين الى رياضيات جديده للتفاعل مع هذا العالم الجديد بتاع الكومبلكسيتي والكيوس. وليه لا؟ نيوتن عشان يعمل السلسل ميكانيكس اضطر يخترع الكالكولس، اينشتاين اضطر يستعمل نون يوكليديان جيومتري وميثود اوف تنسرز عشان يعمل الريلاتيفيتي بتاعته، واد ويتن في الشغل بتاع الام ثيوري مع السترينج ثيوري
is very advanced mathematics of its own kind. The emerging science of complexity دي لأن احنا نتعامل مع complex phenomena of chaotic systems وفيها معاني كثيرة مختلفة. فإذا أخذنا ظاهرة ده الشغل بتاع لورد ماي اوف اوكسفورد دلوقتي اللي هوريه لكم، كانوا بيلاحظوا ان الطيور ده هي بتتغير البوبوليشن بتاعتها من سنه لسنه في انجلترا. فليه الباترنز بتاعتها الغريبه ده هي في مناطق مختلفه، وكانوا عايزين يعرفوا نقدر نعرفها ازاي. في نفس الوقت كان في ناس بتحاول تعرف لو قعدت تزود سمك في بحيره او بركه يقدر يزيد الى حد ايه؟ ايه البيولوجيكال ماكسيمم بتاعه؟ وهل فعلا بيصل الى البيولوجيكال ماكسيمم ولا لا؟ Which is a carrying capacity question. فنورمالي الناس كانت بتقول على المالتوزيان اوت كم انه انا هوصل لحد معين البيولوجيكال ماكسيمم وهقف عنده. مالتوزيان ماب تبقى شكلها كده وير البارامتر ايه ده هو بيديني الانيشال كونديشنز وبوصل للنكست بوزيشن سنه بعد سنه بعد سنه لغايه ما بوصل للبيولوجيكال ماكسيمم. بس ده هيديني خريطه شكلها كده او شكلها كده. Actually this is not what is observed. الاوبزرفيشن مختلفه. فاللي حصل انه ده اللي بيسموه لوجيستيك ماب اللي اشتغل عليه باب ماي، وهنا بارامتر اي از بارامتر، وهنا بنبص على الاكشوال بوبوليشن از ا برسنتج اوف ذا ماكسيمم بوبوليشن الممكنه. فاي 2.99 يعني قبل 3 بشويه بنجد الظاهره دي. الستابيلايزيشن بيحصل 63% من البيولوجيكال ماكسيمم. ليه؟ اهو كده. طب لما تبقى A 3.4 بنجد ظاهره ثانيه تبقى شكلها كده. بيحصل ذبذبه سنه ما بين كل سنه واللي بعديها وكل فتره اللي بعديها بيطلع وينزل يطلع وينزل بس وزين الدومين. وبعدين لو اخذت A 3.99 يبقى توتالي كيوتيك. توتالي كيوتيك بمعنى ان السيستم فيه نون لينير فيدباك لوبس والبريدكتابيلتي بتاعته في اي ديفايند اوتبوت اوتورد بوزيشن ما تقدرش تحدده. ليه؟ لانه وجدنا ان ذيس از بايفركيشن بروبلم. انا ببتدي بحل واحد اللي هو 63% اللي كنا بنشوفه هنا، وبعدين بيحصل بايفركيشن بروبلم. فلو البارامتر اي في الحته دي هيبقى في سنجل سولوشن ستابلايز عليها، بعد كده هيبقى في تو سولوشنز وهيبقى فلكتويتنج ما بينهم، وبعد كده بيحصل سكند بايفركيشن وثيرد بايفركيشن، والحته دي بقى بيكمز توتالي كيوتيك. في الحته اللي بتيجي فيها بتبقى صعبه جدا الواحد يقدر يفهمها. فده المابنج العام بتاعنا. واذا نزلنا الطرف ده بنعمل كمبيوترايزد سيستم وبنجد هنا بقى اتراكتورز موجوده بتظهر في حتت معينه من السيستم، وبنعمل البوسيبيليتي سبيس بنعمله سيميليشن بالكمبيوترز، which is much more طبعا complicated عن الرسم اللي كنا بنعمله قبل كده. And these are very complicated spaces. ال grand daddy بتاعت التصورات دي جت من ال weather conditions. عشان اديكم very clear example بتاعت ال chaotic system دي، ممكن نتنبأ بال weather النهارده وبكره وساعات لغايه اسبوع مثلا. واقدر اقول بصوره عامه ان الصيف هيبقى احر من الشتاء، واقدر اقول عامه ان هنبقى احر مما كنا عليه قبل كده. انما ما اقدرش اقول ومحدش يقدر يقول لي يوم 23 اغسطس هيبقى شكله ايه. هذا ما فيش ساينس يقول لنا الكلام ده. ليه؟ طب واي نوت يعني؟ Well, one of the reasons is this very famous paper by واحد اسمه لورنس. Does the flutter of a butterfly's wings in Rio cause a hurricane in Texas? اسم جميل جدا لمقالة علمية. المقالة العلمية بتقول أساسا إنه لما باخد initial conditions، هو على فكرة التغيير الـ minute differences initial conditions كان عمل الفرق ما بين إنه سايب اللي على يمين الديسيمال بوينت أو عمل لها truncation بعد 8 after 8 digits. يعني بنتكلم في تغيير في التاسع ديجيت في الـ بعد الديسيمال بوينت في الانيشال ديفرنسز. اوفر تايم بيعمل فروقات كبيره جدا. وبما ان احنا ما عندناش المقدره ان احنا نحدد الحاجات دي بدقه كافيه، يبقى ده مثلا الاسبوع بتاعي بعد اسبوعين بتفرق، بعد ثلاث اسابيع بتفرق زياده. فديفرنت بارامترز بسيطه جدا هتفرق كتير قوي. This is part of the chaotic system.
وهو بقى حلل الحاجات دي وطلع اللورنز اتراكتور، واللورنز اتراكتور ده الايكويشنز بتاعته بتدينا ستراكشرز ان 3 دايمنشن و 4 دايمنشن و 11 دايمنشن سبيسز كمان نستعملها. ودي كانت ما بين الافكار دي بدايه الحقيقه جزء كبير من ساينس اوف كومبلكسيتي اند كايوس. واحتاجنا كذلك الى نيو جيومتري اوف لايف. بمعنى ايه؟ ان الجيومتري بتاعتنا من ايام اقليدس الى حتى لوباشيفسكي وجاوس وريمان النون يوكليديان جيومتري استعملناها and it's useful for us for architecture و engineering و technology و building و complex three dimensional designs في القباب في المقرنصات في الجيومتريز المختلفة دي كلها ممكنة. انما بنيجي قدام صورة زي دي والجيومتري بتاعتي تقدر تتعامل مع الهرم انما ما تقدرش تتعامل مع السحاب. وانا اقول لك اعمل لي موديل للسحاب ده بالجيومتري يو كانوت دو ات. يو كان دو فيري كومبلكس جيومتريز من نوع تاني. فالنيو جيومتري واز نيدد فور لايف اند نيتشر. يعني طب الجيومتري بتاعت الورده دي شكلها ايه؟ بتعمل ايه؟ وايه القاعده بتاعتها؟ طب ممكن تعمل فيري سمبليفايد دايجرامز للورده. انما الورده دي بعينها بشكلها كده هتطلع ازاي؟ الله اعلم. الورده دي طب الفلاورنج اوف ا هول تري الباترن اوف فلاورنج اوف ا تري الورق اللي بيتواجد في البوشز الكورالز اللي بتتواجد تحت البحر لغايه ما جه بنوع ماندلبروت كان بيشتغل في اي بي ام وطلع بفكره عبقريه جدا قال instead of looking at the final outcome look at how it was constructed not the shape but how it was constructed. فقال لما ابص للنوتيلس ده هو حاجه ان انا ممكن فعلا ان انا ابني الاستراكشر بتاعته with a recursive geometry. والريكرسيف جيومتري دي ديسكونتينيوس وفيها صفات معينه وعمل حاجه مشهوره قوي قال ان فيها سيلف سيميلاريتي يعني الويف دي عباره عن داخل الويف في سمول ويفز شكلهم زي الويف الكبيره والسلف سيميلاريتي مهمه وتمكن عن طريق الفراكتلز ان تو سيميليت شكل الماونتنز اللي قدامنا ده ودي مثلا ماونتنز مرسومه وجنريتد باي كمبيوتر فروم فراكتال جيومتريز موجوده فيها. توز ان انورمسلي افكتيف فور سيرتن فينومينا بتطلع حاجات اكستريملي كومبلكس رغم انها فيري سيمبل جيومتريز هي مبنيه على حكايه الديسكونتينيوتيز اللي موجوده في كيوتيك سيستم اللي كان بناها واحد اسمه جوليا راؤول جوليا في الاول القرن اللي فات وهو عمل السيت اوف اول جوليا سيتس في الشغل بتاعه. الكومبلكس سوسايتيز بتاعتنا في السوشيال سايد بقى فيها كومبلكسيتي كبيره جدا يعني البيولوجي فيها كومبلكسيتي من ناحيه والسوشيال فينومينا فيها كومبلكسيتي من ناحيه ثانيه من الضغوط اللي بتحصل فيها التيبنج بوينتس اللي بتحصل اليها. فالجيومتري الجديده دي فيها سيلف سيميلاريتي يعني انت لو قطعت حته من الارنبيطه دي حته الارنبيطه الصغيره شكلها زي الارنبيطه الكبيره مصغره فيها مالتيبل اوتكمز فيها نستد هيراركيز في ريكيرسيف باترن جنريشن ودي الايكويشن بتاعت الماندلبروت سيت اللي هو السيت اوف اول جوليا سيتس انما اساسا لو نظرت للماندلبروت سيت ودخلت عليه هلاقي واعمل زومينج ان هلاقيه رجع لي تاني الماندلبروت سيت فاتس ريكيرسيف باترن وذين باترن وذين باترن انفينيتي ان بوث دايركشنز بتتعمل. ماندلبروت الحقيقه كتب كتاب اسمه جيومتري اوف نيتشر فاكتور جيومتري اوف نيتشر واول ناس اهتموا بيه كانوا الفنانين ما كانش العلماء الحقيقه ولقوا شيبس عجبتهم جدا وقعدوا يلونوا الشيبس وبتاع ويلعبوا بالكمبيوترز ويطلعوا حاجات جديده انما الابلكيشنز الجديده بتاعت الحاجات دي من الجروث اوف بلانتس الى الباترنز اوف فلاورنج الى الباترنز اوف كراكنج ان ذا ايرث الى الستراكشر اوف دي ان اي الى المسار بتاع اللايتنينج بولتس المسار ده ماشي ازاي كده الى الفورميشن بتاعت السنو فليكس الى التربلنس بتاع الغازات الى بيحصل ايه لما غازات تصطدم مع بعضها ميكسينج اوف جاسس هتلاقي بيحصل ايه اوب ظهر لك تاني اللورنس اتراكتور هنا زي ما انتم شايفين في الصوره دي باترنز اوف كوستال ايروجن اورجانيك كونستراكتس ونيورال نتوركس كل الحاجات دي lend themselves to these kinds of new analysis. فاحنا we definitely need new mathematics and new geometries to deal
with the complexity and the chaotic nature of the systems in which we live سواء biological or socio-economic على السكيل اللي بنشتغل عليه. بالنسبة بقى الكمبيوتيشن إلى الآن كان بينظر له نظرة احتقارية إذا جاز القول، يعني في بتوع الماتيماتكس بيشتغلوا من ناحية وبتوع الساينس، والكمبيوتر ده بقى جهاز بقى بيعمل الكالكوليشنز اللي أنا محتاج لها. أنا متصور إن في المعرفة الجديدة الكمبيوتيشنال ثينكينج نفسه هيخش في صلب الريسيرش بارادايم. يعني الكمبيوتر ساينتست مش مجرد ناس بتعمل تكنولوجيا لحل مشاكل الاخرين، انما طريقه تفكيرهم هتخش في البارادايم بتاع الساينس الثاني سواء في اللي احنا بنسميه تراديشنال ساينس او في الماثيماتكس الجديده. ليه؟ لانه اولا احنا بننتقل دلوقتي في فتره علميه جديده، في هذه المعرفه الجديده بننتقل ان احنا كنا طول السنين اللي فاتت والقرون اللي فاتت بنبني داتا كولكشنز، بنجمع داتا انواعها المختلفه، الى دلوقتي بنحاول نعمل كونكشنز ما بين داتا كولكشنز، ودي صعبه جدا انها كواليتيتيفلي الاجزاء اللي في الكولكشنز المختلفه دي مختلفه عن بعضها. مين بقى اللي بيشتغل في الحاجات دي؟ انتم، مش الساينتست ومش الماتيماتيشنز. الناس اللي فكرت كتير في الداتا والستراكشرنج اوف داتا وداتا بيسز والحاجات دي هم الكمبيوتر ساينتست، وهم اللي فاهمين الكومبلكسيتي اوف داتا والداتا كومبلكسيتي والفيريس ليفلز اوف كومبلكسيتي والريلايبيليتي والانسرتينتي والحاجات اللي موجوده فيها. طبعا ده بالنسبه لاي حد بيشتغل بالفورماتس، الكرتون ده مناسب جدا. Won't it be great to try to have 1000 different data formats to synchronize مع بعض؟ Why do we need this? Because we have to model a system at various and different levels of complexity. ولذلك بنحتاج للسوبر كمبيوترز بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها. Let's look at cell biology. ودي سلايدز واخدها من صديقي بيتر شوستر. فبيتر شوستر كان بيقول على الاحتياجات للنيو ماتيماتكس والنيو سيميليشن. ده is the simplest واصغر حاجه في البيولوجي اللي هي a single cell organism. يعني مش هتكلم على الانسان او على الثدييات او على الزواحف او على النباتات، انا بتكلم single cell organism بكتيريا، اصغر حاجه ممكن اشتغل عليها. طيب الهيومن بودي فيه 100 تريليون سيلز، فالبكتيريال سيل is the simplest form of autonomous life، وده التركيبه بتاعته. فلما اجي احلله ابص هلاقي دي البايوكيميكال باثويز اللي موجوده فيه. عشان كده بنتكلم في الكومبلكسيتي والكيرس. البايوكيميكال باثويز دي كلها لو اخذت واحده صغيره منهم اللي بنسميها الكريبز سايكل دي بتاعت الفيتامين سي، شوف التعقيد بتاع الفلوز اللي ماشيه فيها. Now do you seriously believe ان ده ممكن نعمله بالتولز بتاعتنا النهارده؟ Let's see what we do. احنا لو اخذنا موديل جينوم 12 جين بس، ما بنتكلمش في 30,000 و40,000 وبتاع، بنتكلم 12 جين. والجينز دي بتعمل ريجلاتوري، تطلع انزيمز وميتابولايتس زي ما انتم شايفين كده بالتفاعل ما بين الجينات وبعضها. طيب انا بتفاعل ازاي معاها؟ انا عندي a set of partial differential equations للكينيتيك differential equations والديفيوجن equations، وبستعمل الاثنين دول to describe اللي انا بشوفه supposedly with a parameter set، هجيبه من بره واقول له جنرال وباندري كونديشنز، وبطلع سولوشن كيرفز عشان اعرف مثلا الكونسنتريشن ات ذا تايم اللي بيتعمل. اكشولي المفروض البارامتر سيت ده بجيبه من تصوري للعلاقات ما بين الجينيتك سيكونسز دي وبعضها. انما هذا التصور الايديالايز ما بيمشيش كده، هو بيمشي ازاي؟ بيمشي العكس. انا بيبقى عندي حلول اوبزرفيشنز اكسبيرمنتال اوبزرفيشنز، بحاول اعمل لها فيتنج للكيرف دي مع الايكويشنز دي وارجع تاني للبارامتر سيت عشان اشرح الجينز دي بتعمل ايه. عشان الفانكشن اعرف الجين ده بيعمل ايه، باخد من الاوبزرفيشنز وبمشي بالعكس. طبعا انتوا عملتوا تفاضل وتكامل وعارفين كويس قوي ان يو كانوت بريدكت الكونستنتس اللي موجوده لما بتعمل الريفرس بتاع الديفرنشيشن انها بتختفي. ف this becomes more complicated لما بخش من السنجل كيرف اللي انتوا شفتوه ده الى bifurcation situations. فاكرين bifurcation situations اللي وريتها لكم في logistic curve؟ bifurcation situations بتتواجد هنا زي ما انتوا شايفين bifurcation analysis، وان بحاول اعمل العكس بتاعه كذلك.
فناس كتير من كبار العلماء وبيتر واحد منهم are dissatisfied with the mathematics we are working with today. طب واحد سأل وماذا لو حاولنا نعمل موديلنج مختلف خالص للسيل باعتبارها ان انفورميشن بيست سيستم. ما هو الجينز دي فيها انفورميشن والار ان اي بيوصل الانفورميشن وبيكونوا امينو اسيدز وليبيدز والحاجات دي كلها والبروتينز والانزيمات بناء على التعليمات اللي ماشيه فيها دي. طب مين بقى اللي هيعرف يعمل الموديلنج بتاع انفورميشن بيست سيستمز؟ انتوا ولا الماتيماتيشنز ولا البيولوجيستس. Computation analysis, computer science becomes now a central partner في التفاهم بتاع ال new realities من ناحية جاية من complexity and chaos, من ناحية جاية من data analysis, ومن ناحية جاية من simulation والmodeling. وبالتالي أنا متخيل أن math and computing هيتغير, مش بس أن احنا شفنا computational mathematics و computational science و computational engineering بيتطور, إنما these are becoming interdisciplinary programs ما بينهم وبين بعض, وان التولز والكونسبتس والثيورمز اللي جايه من الانفورميشن سايد والكمبيوتيشنال سايد من 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 تراث شانون وتراث تيورينج ار جوينج تو ميرج توجذر ان بيكامينج ا سنترال بارت اوف ذا نيو بارادايم. من ناحيه داتا مانجمنت من الاند تو اند في ساينتفك داتا مانجمنت ويل بي ريكوايرد في الاكوزيشن انتجريشن تريتمنت اتسترا, ومن ناحيه ثانيه انه بيدينا ليفلز اوف ابستراكشن هنقدر نشتغل بيها across the discipline بتاعت الكيمستري والبيولوجي والفيزيكس مع بعض. وهنعمل بقى الساينس كومبيوتنج هيعمل بلاتفورمز وابلكيشنز, والبلاتفورمز دي هتبقى مهمه جدا. والنيو بارادايم مش بس هيبقى فيه النوفل ماث اللي انا محتاج له عشان الكومبلكستي والكيوس, انما هيبقى فيه كومبيوتنج بلاتفورمز جديده متناسبه مع احتياجاتنا, انما هيبقى فيه كومبيوتنج ساينس كونسبتس اند تولز ويل بي ا سنترال بارت اوف ذات نيو وورلد. وده تغير كبير جدا في التفكير المعرفي اللي كان موجود اللي اعتمد فتره طويله على الكوانتيفيكيشن والماتيماتكس والستاتستكس من ناحيه واحده. At the same time, computation is looking towards biology and physics, ففي دي ان اي كومبيوتنج وفي كوانتم كومبيوتنج بينج ديفلوبد. وبعدين في حاجه بقى صديقنا جون كوزا عملها اسمها ايفولوشنري بروجرامينج اور جينيتك بروجرامينج. كوزا هو حاليا في ستانفورد. He pioneered genetic programming على modeling بتاع الايفولوشن. قال فيها لو انا بعمل بروجرام على complex issue وهعمل له performance مستوى performance معين هوصله قد ما اقدر. وبعدين البروجرام ده بيبقى كبير قوي وفيه millions of letters and words of code. لو طبقت عليه اللي بتعمله الطبيعه في الايفولوشن ودخلت عليه random changes وبعدين I run it against the performance filter. لو البروجرام الجديد اللي فيه الميوتيشنز ده أقل من القديم الميوتيشنز تبقى غلط هلغيه. إنما لو بالصدفة طلع بيتر هحتفظ بيه وأخليه هو becomes a new program وماشيه تاني وأعمل له filtration وهكذا. أقعد أعمل millions of iterations. هل هقدر أحسن الأداء بتاعي beyond what I could do as a human? The answer is yes. مش بس is yes, he actually got a patent for such an optimized program. اشتغل الحاجات دي في الانتنا واللنزز والحاجات دي كلها. السؤال هنا طب مين اللي ياخد الباتنت؟ المكنه ولا البروجرام ديفلوبر؟ انما you see a new level of interaction بدات تخش من computational design على الانجنييرنج على البيولوجي على حاجات جديده. الساينس بيتغير, بيحصل convergence. Where will this lead to? It leads to new computer architecture, new pathways, clusters, network controls, neural nets, multi-dimensional manifolds, new virtual communities, and who knows what else. Inama, it's a very exciting time. But that brings us back to the sixth من السبعة اللي بتكلم عنه, convergence or transformation. Convergence أساسا إن الفروع العلم والمعرفة بيحصل لها convergence. فأنا بعتبر دلوقتي مثلا إحنا في ظاهرة بنت. بنت دي is bio info nano technology. الفيلز دي بتتداخل مع بعضها. ما هو زمان كان عندنا بيولوجي وكيمستري وعملنا بايو كيمستري. As a whole field of its own دلوقتي بايو كيمستري. انما التداخل ده جديد وده مهم في الكونفرجنس لان دي بتبقى الحتت اللي بتبقى فيها a lot of activity. A transformative research is what is capable of changing the paradigm in fields of domain زي مثلا اكتشاف الدي ان اي.
أو in this case synthetic biology. فالconvergence of these new sciences, البايو مع الانفو مع النانو, هيدينا a new way of working سواء على DNA computing أو على locking receptors on a cell أو permeates many many industries. مش هخش في التفاصيل بتاعتها غير أن أقول لكم أن this is a new phenomenon. الphenomenon ده is becoming يعني يضع في هذا الفهم المعرفي تحدي للتراديشنال ديبارتمنتس وكليات واقسام اللي موجوده في الجامعات زي ما بيضع التحدي لطريقه تنظيم المعرفه في المؤسسات المسانده زي المكتبات والمتاحف. العمود السابع هو بلوري ديسيبلينارتي والبوليسي. مع الكومبلكسيتي دي كلها واللي بيحصل واضح جدا ان اي ظاهره عايزه تتعامل معها من ال HIV/AIDS الى الاحتباس الحراري الى البايوديفرستي لوس الى البولوشن بيحتاج الى many disciplines. We need to promote interdisciplinary multidisciplinary transdisciplinary. دي ثلاث انواع مختلفة شوية من التعامل مع ال disciplines. Interdisciplinary team approach to organizing intellectual inquiry في new field. مش عارف بالظبط بجيب ناس من خلفيات مختلفة يشتغلوا مع بعض والهدف منه يطلع معرفة جديدة. المالتي ديسيبلينارتي ديفرنت ديسيبلينز ار جويند. يعني مثلا لو انا بتكلم على الايدز هجيب ناس يتكلموا, واحد هيعمل الناحيه الطبيه, واحد بيعمل الناحيه السياسيه, واحد بيعمل ناحيه الابيديمولوجي, واحد بيعمل الفيرولوجي. انما ما هياش يعني هي بتديك الفاسيتس المختلفه بتاعت الظاهره انما ما هياش فولي انتجريتد. لو بعمل ترانس ديسيبلينارتي بطبق منهج من 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 دومين معين على دومين ثاني. السبع أعمدة دي مع بعضها بتكون فعلا ثورة معرفية جديدة على سكيل ما حصلش للإنسان. سرعة التطور كبيرة جدا, أنواعها كبيرة جدا, وبتطرح تساؤلات. يعني أولا قلنا البارسينج, بوك الايف اور ديد, ايمج اند تكست, هيومنز اند ماشينز, كومبلكستي اند كايوس, كومبيتيشن اند نوفل ماث, ذا نيو ريسيرش باراجرايم, الكونفرجنس والترانسفورميشن, والانتر ومالتي وترانس ديسيبلينارتي والبوليسي ميكنج. الايشوز بتاعتها طب فين مع زياده الكومبلكسيتي والتخصص فين الليبس اوف ذا ايماجينيشن؟ انا متخيل انها هتيجي في الكونفرجنس بارت والابيليتي ان الواحد يخش من الكونفرجنس بارت ويعمل ترانسفورميشن, وانه ده هيحتاج منكم انتم a lot of focus على pattern recognition و analog programming و non-linear approaches as well as conventional computing. و searching within the boundaries of the knowledge and outside of it, ده اللي بيعمل transformative research. انما ما اعرفش ال evolution programming هيعمل ايه والسيلر اوتوماتا وغيرها هيعمل ايه. ملاحظة اخيرة على وضعنا احنا في مصر, وضعنا سيء جدا. ولازم نعرف كده, احنا عملنا اكتر من 150 الف كتاب, فعملنا تحليل لهم ما بين الكتب الانجليزي والكتب العربي, ده العناوين. يعني طبعا لو واحد منكم راح معرض الكتاب هيلاقي 15 20 نسخه من فتاوى ابن تيميه و15 20 نسخه من رياض الصالحين و15 20 نسخه من كذا. انما هنلاقي عندنا ساينس اند تكنولوجي 8% من الكتب, هم 20%, حتى السوشيال ساينسز احنا 23 هم 35, بينما احنا في الدين 25 وهم 4, اللانجوج 23 وهم 14. فاحنا اذا ما كناش هنزود الساينس بتاعنا, الساينس لازم نزود عشان نصبح ان احنا وي ار فولينج بيهايند. وعلى فكره انا هقارننا بدول اسلاميه ثانيه قريبه مننا هنا. يا جماعه ده حجم الانتاج العلمي المصري, الخط ده, ودي جايه من نيتشر المقاله دي, من 1000 الى 1800, 1200 ل 1800, يعني نقول زاد 50%. انما شوف حصل ايه في تركيا, ثبتنا ومشيت فين, شوف ايران ثبتنا ومشيت فين. البيس بتاعنا مترهل, صحيح بيزيد, بس اذا كنت انا بمشي خطوه خطوه وناس ثانيه بتجري فانا بتقهقر بالنسبه للناس الثانيه. فلازم ان احنا نرجع ونعيد النظر في الحكايه دي. وانا حطيت الصوره دي بعد الثانيه عشان ابين ان القضيه مش قضيه اهتمام او عدم اهتمام بالدين. اظن اقدر اقول ان ايران مهتمه بالدين اكتر مننا كمان, انما القضيه التركيز على البحث العلمي, وده مهم جدا لان من غيره الحقيقه مش هينفع. We must become producers of knowledge مش بس consumers of technology.
واحنا فخورين ان احنا نشترك معاكم في بناء هذا المستقبل الجديد. ان شاء الله نتعاون جميعا مع بعض من اجل مش انتوا بس، انما الجيل اللي بعديكم كمان والعالم اجمع. وشكرا لكم.